وحدة دراسة المكان. لدينا هنا خريطة طبوغرافية لمدينة دمشق، وسنستخدم هذه الخريطة الطبوغرافية لأحد الأغراض، وهو إنشاء مخطط لتوسع في منطقة مشروع دمار. الخريطة الطبوغرافية: بدأت عمليات التخطيط لبناء برج تجاري في مدينة دمشق، توسع مشروع دمار، وكنت أحد المهندسين المشاركين. ومنذ لحظة وصولي إلى الموقع، بدأت أستخدم خرائطي وأدواتي الخاصة بالمشروع، وكان من بين خرائطي خريطة طبوغرافية لمدينة دمشق تظهر فيها منطقة التوسع في مشروع دمار. إذا أحد أهم أدوات إنشاء الضواحي السكنية هو الخريطة الطبوغرافية. ماذا تعني الخطوط المنحنية المغلقة الموجودة على الخريطة الطبوغرافية والتي تسمى خطوط التسوية؟ لنلاحظ هنا لدينا هذا البحر، ولدينا هنا سطح الأرض ومجموعة من الأشجار، ومن هذا الشكل يتضح أن سطح الأرض مرتفع شيئا فشيئا. أيضا هنا نلاحظ أن سطح الأرض مرتفع عن سطح البحر، وعلى الخريطة الطبوغرافية يبين سطح الأرض على شكل خطوط مغلقة تسمى خطوط التسوية، ويمثل انحدار السطح في الجزيرة على الخريطة الطبوغرافية بواسطة خطوط التسوية. إذا خطوط التسوية تعكس تضاريس سطح الأرض على الخريطة الطبوغرافية. لدينا هنا الخريطة الطبوغرافية لمدينة القنيطرة، ونلاحظ في هذه المنطقة أن خطوط التسوية تتقارب من بعضها، مما يعني وجود مرتفع جبلي أو وجود انهدام ومنخفض بسطح الأرض. أما عندما تتباعد خطوط التسوية كما في هذه الحالة، فيعني أن سطح الأرض مستوي وغير منحدر. الخطوط المرسومة تدعى خطوط التسوية، وهي بالتعريف خطوط وهمية منحنية مغلقة تصل بين نقاط متساوية الارتفاع عن سطح الأرض، بحيث تكون فروق الارتفاع بين الخطوط متساوية. إذا هناك خطوة مثلا 20 متر بين كل خط تسوية وآخر. إن تقارب الخطوط يعني انحدارا شديدا، أما تباعد الخطوط يعني انحدارا ضعيفا، والانحدار يعني وجود إما جبل يرتفع فيه سطح الأرض أو وادي ينخفض فيه سطح الأرض. نظام المعلومات الجغرافي: تقنية مساعدة لاتخاذ القرار. إذا هي أحد أهم الأدوات التي تعطيني خيارات لاتخاذ قرار وتساعدني على اتخاذ القرار، ومن المهم أن أعلم أنها لا تتخذ القرار عني. استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS التي تعتمد على استخدام الحاسب في تجميع البيانات المرتبطة بموقع جغرافي ومعالجتها وتحليلها للوصول إلى معلومات تساعد على اتخاذ قرار مناسب. حدد المهندسون شروط اختيار الموقع المناسب لبناء مدرسة ستبنى لأبناء العمال في مدينة حسياء. والشروط هي أن لا تكون في منطقة زراعية، أن تكون بعيدة عن المباني المجاورة والمحال التجارية مسافة لا تقل عن 105 متر حتى يتوفر الهدوء للطلاب أثناء الدراسة، أن لا تزيد المسافة بين المدرسة وسكن الطلاب عن 500 متر، أن تراعي إمكانية التوسع ضمن المنطقة مع الزمن. أدخلت البيانات إلى نظام المعلومات الجغرافي من أجل تحديد الموقع، وهذه البيانات هي خرائط متنوعة للمنطقة، صور جوية وفضائية، بيانات إحصائية، وفي الحاسوب أعطاها الحاسب صورة شرائح كما نرى في هذه الصورة. وبعد تنفيذ عملية المقاطعة، اقترح علينا الحاسب عدة خيارات. الوحدة الثانية: الأدوات الجغرافية واستثمار المكان. سنحاول في هذه الوحدة بيان استخدام الجي اي اس في دراسة المكان، استخدام الجي بي اس في تحديد الموقع، وتحليل أهمية موقع سوريا والوطن العربي بالنسبة للعالم. بيانات أدق، قرارات أفضل. أي كلما كانت البيانات التي أدخلها إلى الحاسب في نظام المعلومات الجغرافي دقيقة، كلما استطعت أن أتخذ قرارات صحيحة أكثر.
لندرس هذه الحالة في عام 1854 ميلادي في لندن، وتحديدا في منطقة برود ستريت، تفشى وباء الكوليرا. واعتقد الناس حينها أن السبب كان مقبرة لندن القريبة، ولكن تحليلات العالم الفيزيائي جون سنو والمسح للإصابات وتوزعها مكانيا على خريطة شوارع لندن بيّنت انتشارات الإصابات بالكوليرا قرب إحدى محطات المياه. هذا مخطط لمنطقة برود ستريت، مثلت فيها مناطق توزع الإصابات باللون الأحمر ومحطات ضخ المياه بالأزرق. إذن هذه محطات ضخ المياه وهذا توزع الإصابات، ونستطيع أن نرى أن الإصابات التي كانت أكبر عدداً كانت في محيط محطة برود ستريت لضخ المياه، لأن المياه ملوثة. دولة نيبال تستعين بالجي بي اس، نظام تحديد المواقع العالمي، بسبب كذبة. لدينا هنا خريطة نيبال، وهذه خريطة جبال الهيمالايا التي تقع ضمنها قمة إيفرست، وهي أعلى قمة في العالم. وهذه أحد الصور لقمة إيفرست المرتفعة جدا، والتي يرغب كثير من الناس بتسلقها والوصول إلى أعلى قمة فيها. وهناك هيئة متخصصة بمنح الشهادات لمتسلقي قمة إيفرست. لنقرأ: زعم زوجان هنديان أنهما تسلقا قمة إيفرست وحصلا على شهادة من سلطات تسلق الجبال، لكنهما أقرا في وقت لاحق أنهما تلاعبا في صورتهما بحيث تظهرهما على القمة. وأثارت الصورة جدلا واسعا عندما شكك متسلقون محترفون في مصداقيتها، بينهم ساتياروب تيديهانتا المتسلق الشهير الذي قال إن الهنديين استخدما نسخة مزيفة من صورة تخصه التقطها فوق قمة إيفرست. لذلك عملت السلطات النيبالية بتزويد بعض المتسلقين الذين يحاولون بلوغ قمة إيفرست بأجهزة تحديد الموقع الجي بي اس، لأن أجهزة تحديد الموقع سوف تسجل مسار هؤلاء وتسجل ارتفاعهم، فيمكننا معرفة إذا كانوا حقا وصلوا إلى القمة أم لا. وتبين هذه الصورة آلية عمل الجي بي اس، حيث تقوم محطة أرضية ببث المعلومات إلى الأقمار الصناعية التي تعيدها إلى الأرض على شكل إشارات يستقبلها جهاز الجي بي اس ويستطيع تحديد الموقع. إحدى التطبيقات الناجحة لاستخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافي الجي اي اس بالتكامل مع تقنية تحديد المواقع الجي بي اس هي الحاجة إلى المياه، حيث يمكننا إدخال طبقة الآبار وطبقة المجمعات الحكومية وطبقة المنازل وطبقة الطرق وطبقة حدود الملكية إلى نظام المعلومات الجغرافي ليحدد لنا موقعاً نتوقع فيه وجود المياه الجوفية، ثم نستخدم الجي بي اس بالانتقال من الخريطة إلى الواقع إلى الأرض. نقرأ: في إحدى المناطق الجبلية التي تشكو من نقص في موارد المياه السطحية، تم الاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد وبرنامج جي اي اس للكشف عن أماكن المياه الجوفية، وتم تحديد عدد من المواقع أدخلها الخبراء على برنامج جي اي اس على الحاسب، ثم استخدموا الجي بي اس للانتقال إلى الأرض. الوطن العربي، عظمة الإمكانات ولعنة التفرقة. لنقرأ هذه الخريطة للوطن العربي، ونلاحظ على خريطة العالم أن الوطن العربي المبين هنا بالمضلع باللون الأخضر يتوسط قارات العالم، فهو يقع في منتصف المسافة بين آسيا وأمريكا الشمالية، بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، بين قارة أستراليا أوقيانوسيا وأمريكا الشمالية. نلاحظ أن موقعاً ممتازاً ورائعاً للوطن العربي في وسط قارات العالم تمكنه من التحكم بالعديد من الطرق البرية والبحرية والجوية. كما نلاحظ على هذا الشكل هنا أن مساحة الوطن العربي تمثل 10% من مساحة العالم كاملاً، وهي نسبة عالية جداً تقارب نسبة مساحة روسيا وكندا، وهي أكبر من نسبة مساحة الهند ومساحة الولايات المتحدة. نقرأ:
يمتد الوطن العربي على قرابة 40 درجة عرض بين درجتي 3 جنوب الاستواء و38 شمال خط الاستواء، وعلى قرابة 80 درجة طول بين درجتي 17 غرب غرينتش و60 شرق غرينتش. ألفت انتباهكم أنني قرأت هذه الأرقام من الخريطة الموجودة هنا. لدينا الآن هذه الخريطة التي تبين الأقاليم المناخية وبعض المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، ولنا أن نتخيل الإمكانات الهائلة. فنجد أن السودان يستطيع أن يزرع الذرة والفول السوداني وقصب السكر، ونلاحظ أن المناخ المتوسطي يمكن أن تنمو فيه أشجار الزيتون وينمو فيه القمح وأيضا ينمو فيه القطن، وأن المدار الموسمي يمكن أن ينمو فيه البن أي القهوة، والمناخ الصحراوي يمكن أن تنمو فيه أشجار النخيل، مما يعني أن الوطن العربي لديه تنوع شديد في الزراعات. وأيضا للوطن العربي إمكانيات ضخمة من جهة الثروات الباطنية، وتمثل هذه الخريطة توزع أهم الثروات الباطنية في الوطن العربي، وهي الحديد والفوسفات والمنغنيز والغاز والنفط، ونلاحظ تعدد أشكال هذه الثروات وتوزعها في أماكن مختلفة من الوطن العربي لا سيما ثروة النفط. لدينا أيضا هذه الخريطة التي تبين المضائق والأقنية البحرية التي يسيطر عليها الوطن العربي. لدينا هنا مضيق هرمز، وهذا المضيق يربط بين خليج عمان هنا والخليج العربي هنا، وهو يسيطر على 15 إلى 20% من تجارة النفط الدولية. ولدينا هنا مضيق باب المندب، وهو يربط بين بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأيضا يتحكم بأحد أهم الطرق البحرية التي تصل شرق العالم بغربه. ولدينا قناة السويس التي يمر عبرها 8 إلى 12% من التجارة الدولية، وهي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. ولدينا مضيق جبل طارق الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويتحكم بالطريق من البحر المتوسط إلى أمريكا الشمالية والولايات المتحدة. نلاحظ أن هذه المضايق تتحكم بأهم الطرق البحرية العالمية، وقد سعت الدول إلى اكتشاف طرق غير هذه الطرق البحرية، وكان من نتائجها أن سلكت السفن طريق يسمى طريق رأس الرجاء الصالح، وتلتف به حول أفريقيا لتدور متابعة نحو أوروبا أو تكمل مسيرها إلى أمريكا الجنوبية. ويتضح أن هذا الطريق هو أطول بكثير من الطرق البحرية التي تمر عبر الوطن العربي، وأكثر منها خطورة. مستقبل الوطن العربي إلى أين؟ هل النفط مكان الفحم الحجري كمصدر للطاقة في القرن العشرين، وهو يسهم ب50% من مصادر الدخل في الوطن العربي؟ إذن إن النفط استطاع أن يمثل أحد أهم مصادر الطاقة في بداية القرن العشرين، وأزاح الفحم الحجري كأهم مصدر لهذه الطاقة. وللنفط أهمية كبيرة في مصادر الدخل في الوطن العربي، فهو يشكل 50% منها. أما في هذا القرن فيواجه النفط منافسة على صدارة مصادر الطاقة من قبل الغاز، ولكن الخطر الأكبر على النفط سيأتي من مصدر آخر. فهل اقتصادنا في مأمن أم نحن حقا في خطر؟ إذن هناك مصدر آخر للطاقة سوف يجعل النفط في المرتبة الثالثة أو الرابعة من جهة أهمية مصادر الطاقة. ما هو هذا المصدر؟ إنه الطاقة الكهربائية. شاهد في هذه الصورة سيارة كهربائية تتغذى من محطة متخصصة، وهي لا تستخدم النفط أبدا أثناء مسيرها. السيارة الكهربائية تهدد الأهمية الاقتصادية
لموقع الوطن العربي، يسهم الوطن العربي بحوالي 40% من صادرات النفط في العالم، ولأن 60% من النفط يستخدم حاليا كوقود لوسائل النقل، فإن انتشار السيارات الكهربائية سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وهذا يهدد اقتصاد الوطن العربي. تحديات قناة السويس حقيقة أم وهم؟ فقدت المنطقة العربية أهميتها التجارية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، واستعادتها مع افتتاح قناة السويس، ولكن توجد حاليا طرق ومشاريع عدة قد تهدد دور قناة السويس في التجارة الدولية. لدينا هذه الخريطة للعالم، ونلاحظ هنا أن الصين وهي أحد أقوى الاقتصادات في العالم، وأيضا اليابان كانت سابقا تسلك طريق الحرير البري، والآن يوجد طريق يسمى طريق الحرير البري الجديد، وأحد هذه الطرق يبدأ من بكين وشنغهاي عبر الصين، ثم يصل إلى كازاخستان، ثم إلى إيران، إلى طهران، ثم ينتقل عبر تركيا ليصل إلى أوروبا. وأحد الطرق البحرية هذا الخط الأزرق الذي يبدأ من بحر اليابان ويستمر ليصل إلى مضيق باب المندب، ثم إلى قناة السويس، ثم عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وهذا المسار يسمى مسار طريق قناة السويس، وطوله 23,000 كيلومتر، ومدة الرحلة فيه 33 يوم. تحاول الآن الصين إيجاد طريق بديل لهذا الطريق البحري، وذلك باستخدام الطريق البحري الشمالي الذي يبدأ بالدوران حول قارة آسيا، من ثم الوصول إلى ألاسكا، ثم الانطلاق عبر المحيط المتجمد الشمالي، ثم الوصول إلى ميناء مورمانسك في روسيا، ثم إلى ميناء روتردام ليتم إيصال البضائع إلى أوروبا. ومسار الطريق البحري الشمالي 13,500 كيلومتر، ومدة الرحلة فيه 20 يوم، ويبقى صالحا للملاحة فقط من شهرين إلى 4 أشهر، وهو بحاجة لمساعدة كاسحات الجليد. أما طريق قناة السويس فهو صالح طيلة العام للمسار فيه، وليست هناك حاجة لكاسحات الجليد، إلا أن واحدة من ميزات طريق البحر الشمالي أن السفن تمر فيه دون رسوم مالية، ودون وجود أدوار على السفن، وكذلك دون وجود مخاطر للقرصنة. الجمهورية العربية السورية جزء من موقع جغرافي كبير. في مقابلة صحفية عام 2010 وجه سؤال للسيد الرئيس بشار الأسد عن رؤيته الاستراتيجية لتحويل سوريا إلى مركز ونقطة ربط لخطوط النفط والغاز والنقل بين البحار الخمسة، فأجاب سيادته: عندما تحدثت عن ربط البحار الخمسة، الفكرة هي أن الموقع الجغرافي الكبير من الممكن أن يكون مركزا، لكن من الصعب أن يكون بلدا. ضمن هذا الإطار تحدثت عن المنطقة كلها، وسوريا جزء من المنطقة. لنقرأ هذه الخريطة ونلاحظ أن موقع سوريا هو موقع متوسط بين البحار الخمسة. البحر الأول هو بحر قزوين، والثاني هو البحر الأسود، ثم البحر المتوسط، ثم البحر الأحمر، ثم الخليج العربي. ونلاحظ هذه الخطوط التي يمكن أن تمثل خطوطا لنقل النفط من قزوين إلى المتوسط، ومن الخليج العربي إلى المتوسط، وأيضا من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وذلك توفيرا لتكاليف نقل النفط. فهذه البحار الخمسة، قزوين والأسود والمتوسط والأحمر والخليج العربي، يمكن لسوريا والمنطقة كلها أن تربطها ببعضها. الأسئلة: تسمى تقنيات رسم الخرائط الحاسوبية وتعتمد على نظام حاسوبي؟ الخيارات: GIS، GPS، GMS، CCNR. الجواب الصحيح: GIS. نظام حاسوبي لتخزين المعلومات الجغرافية وتحليلها. الخيارات: C.
سانا، جي بي اس، جي اي اس، نوا. الجواب الصحيح جي اي اس. تسمى التقنية التي تمكن من دراسة الأرض والمكان من الفضاء. الخيارات: الاستشعار عن بعد، الاستشعار عن قرب، الاستشعار الإلكتروني، الدراسة عن بعد. الجواب الصحيح الاستشعار عن بعد. عند وضع المخططات العمرانية تستخدم خرائط تبين سطح الأرض وتسمى خريطتان. الخيارات: خضراء، خريطة الجبال، خريطة طبوغرافية، خريطة قديمة. الجواب الصحيح طبوغرافية. تسمى الخطوط التي ترسم على الخريطة الطبوغرافية وتعبر عن التضاريس بخطوط. الخيارات: الشمال، الجنوب، التسوية، اختلاف. الجواب الصحيح خطوط التسوية. عند إنشاء الضواحي السكنية تسمى التقنية التي تساعدنا على اتخاذ القرار. الخيارات: جي بي اس، جي اي اس، اس اس اس، ار ام اس. الجواب الصحيح جي اي اس، اي نظام المعلومات الجغرافي. تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. الخيارات: رسم خرائط ومخططات تفشي الأمراض، معالجة الأمراض، القضاء على الأمراض، رسم تسلسل المرض. الجواب الصحيح رسم خرائط ومخططات تفشي الأمراض. تطبيقات نظم تحديد الموقع جي بي اس. الخيارات: تتبع ورسم مسارات متسلقي الجبال، نقل البيانات، رسم الطرقات. لا أدري. الجواب الصحيح تتبع ورسم مسارات متسلقي الجبال. من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ونظم تحديد المواقع على وجه متكامل البحث عن: الخيارات: المياه الجوفية، النجوم، الطيور. لا أدري. الجواب الصحيح المياه الجوفية. من عناصر قوة الوطن العربي موقعه الجغرافي، فهو يقع في: الخيارات: جزيرة، وسط قارات العالم، جنوب المحيط، شمال المحيط. الجواب الصحيح وسط قارات العالم. من الأدوار الاستراتيجية لموقع وطننا العربي تحكمه بالطرق. الخيارات: البحرية، الفضائية، الجبلية، المعبدة. الجواب الصحيح البحرية. تسمى المضيق الذي يتحكم ب20% من تجارة النفط الدولية ويفصل الخليج العربي عن خليج عمان. الخيارات: مضيق هرمز، مضيق باب المندب، بنما، ألاسكا. الجواب الصحيح
هرمز. يسمى المضيق الذي يربط بحر العرب وخليج عدن بالبحر الأحمر. الخيارات: هرمز، باب المندب، جبل طارق، أورال. الجواب الصحيح: باب المندب. المضيق الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي هو: الخيارات هرمز، باب المندب، جبل طارق، أورال. الجواب الصحيح: جبل طارق. القناة التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط هي: الخيارات قناة ألاسكا، قناة بنما، قناة السويس، قناة الجبل. الجواب الصحيح: قناة السويس. يسمى الرأس القاري الذي يقع في جنوب أفريقيا وتدور حوله السفن لتصل إلى أوروبا. الخيارات: رأس الرجاء الصالح، رأس ابن هانئ، إيطاليا، أوروبا. الجواب الصحيح: رأس الرجاء الصالح. من عناصر ضعف الوطن العربي أنه وطن واحد ودوله: الخيارات مجتمعة، متحدة، متفرقة، كبيرة. الجواب الصحيح: متفرقة. من التقنيات الحديثة التي تهدد أهمية الوطن العربي الاقتصادية النفطية: السيارة، الخيارات الطائرة، الدائرة، الكهربائية، الهوائية. الجواب الصحيح: السيارة الكهربائية. أحد أهم أشكال الطاقة البديلة عن النفط: الطاقة الكهربائية، النارية، الغازية، الحرارية. الجواب الصحيح: الكهربائية. يسمى الطريق البحري البديل لطريق قناة السويس. الخيارات: الطريق البحري الشمالي، الطريق النهري، الطريق الجبلي، طريق السيارات. الجواب الصحيح: الطريق البحري الشمالي.